البنات كده اللي بس عليكم بخير، نتمنى لكم تكونوا كلكم بخير على خير. اليوم البنات جيت بغيت نشارك معاكم طريقتي في النوغا. النوغا اللي النوغا هاد المقادير البنات تقدروا تعتمدوهم اما في الزنجلان اما في رقائق اللوز يا اما في الكونكاسي. البنات غادي نحتاج المول هنايا ديال السيليكون، غنحتاج 550 غرام ديال الزنجلان، غنحتاج 100 غرام ديال السكر حبيبات اي سنيده، غنحتاج جوج معالقات ديال الماء، غنحتاج 100 غرام ديال الجليكوز و100 غرام ديال الزبده. باش تشوفوا تعرفوا القاعده ديال النوغا، 100 غرام 100 غرام 100 غرام 550 غرام ديال الزنجلان وجوج معالق ديال الماء وقبصه ملح لي باش تقاد الذوق ديالنا. البنات هذا هو الشكل الرابع اللي عندي في الصابلي الطريقه ديالو. دابا غادي نبدا معكم النوغا. كما قلت لكم المقادير ديالها هي 100 غرام ديال الزبده، 100 غرام جليكوز، 100 غرام ديال سنيده او سكر حبيبات، جوج معالقات ديال الماء، 550 غرام ديال الزنجلان، ومول مول نتوما على حساب شنو بغيتو. نتوما البنات اول حاجه غادي نجيب كاسرون هنا، غادي نجيب ندير فيها 100 غرام كما قلت لكم ديال الزبده. الزبده تكون نوعيه جيده البنات حيوانيه. غندير 100 غرام ديال سكر حبيبات سنيده، جوج معالقات كبار ديال الماء، 100 غرام ديال الجليكوز. هادشي كامل انا عابره بالميزان. غادي نديرو صافي كنبقى نحرك. البنات انا راه دابت لي الزبده مع الجليكوز هذا، ولكن غنسيلو حتى يدير واحد البقعات. هذوك البقعات كيكونوا كبار عاد كطفي كاع كنبقى مقابله، يعني ماشي كنخليها وكنمشي ولا شي حاجه باش ما يتحرقش ليا الخليط. عندي واحد القبيصه ديال المليحه باش تصحح لي الذوق. شوفوا البنات هاد البقعات راه بداو كيطلعو غير تقاد ليا، وغادي نطفي عليها صافي. هاكا كيقولو ليا النهار طاب الخليط ديالي طاب صافي، غنطفي عليه دابا. هانتوما البنات كيما قلتلكم غنبقى نزيد الزنجلان 550 غرام. صافي كنبقى ندخل الخليط الزنجلان ديالي. البنات نخليها حتى
تتبرد عاد نديرها في المويه. نتمنى دخلت البنات نخليها حتى تبرد عاد نرجع لها. الشنجلان راه ديجا مغسول او نقي ما كتحمر وما والو. يلا البنات خليكم مع الفيديو. هانتوما البنات غادي ندير غير شويه عيش فيه راه كتسيل ملي كتدخل برا كتقاد الراسة. الراس ديال معلقة صغيرة معلقة صغيرة إلى ساعة بروبيا. فران من فوق لتحت الدرجة درتها أنا غير خفيفة شوية تتبع شوية. المهم راه كنخلي 10 دقايق و كنخرج 10 دقايق كتكون طايبة. هانتوما البنات حطت لي اللوكة ديالي غتخليو حتى تبرد عاد تحيدو هاد الديمو الديمو ليها. هانتوما البنات حتى في البنة كتجي بنينة البنات. كدي مولا دغيا 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 كطيب البنات. نعاود مرة ثانية البنات. هادو التانيين قاديتهم مزيان عمرتهم وقاديت لهم حتى الراس ديالهم باش ملي نحطها على الصابلي تجيني مسرحه. يلا البنات انا اي حاجه كنديرها كنبغي نعلمكم بها. يلا خليكم مع الفيديو. هانتوما البنات هادي النوكه ديالي كتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنىكم البنات اللي عجبكم لا فيديو ما تفرش ليا بلايك بارطاجي بشي تعليق زوين. وكنقول لك اللي باقي ما تنضم للقناه وصفات بشرى يدخل ينضم ليها يفعل الجرس باش ديما يوصل جديد. انا البنات حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. Thank you.
انتما البنات، هذا هو الشكل الرابع ديال الصابلي. هذه كانت جبدات لي عاود درتها با ماري حمام المريم كيدو بطريقة غير كيدو. انتما البنات غنوريكم الطريقه ديال الزينه. ديجا انايا صاوبت داكشي اللي الكونتيتي اللي خاصاني، غير بغيت نشارك معكم باش كنصاوب هاد الوريضه. هاد الوريضه كنصاوب بعجين ديال السكر، تقدروا تصاوبوا بعجين الشكلاط. انا ما بقاش ليا الوقت باش نصاوب بعجين الشكلاط، مشيت شريت عجين السكر طيب الالوان. تقدر ديروا في العود المارو ديروا البيض. انا درت هذاك الطيم ديال البيج مارو خليتها مارو، كتبقاو ديروا بحال هكا تلعبوا بها بيديكم. انا اختاريت هذا الموتيف هذا، نتوما اختاروا اللي يعجبكم. تقدروا ديروه كبير ديروه صغير صافي، كتبقاو تزيروا بيديكم بحال هكا. اللوكا راه كملت الكونتيتي اللي خاصاني صافي حبست. هانتوما البنات كتعملوها بحال هكا صافي ساهله، صافي كتبقاو تفينيو غير بفاركم بحال هكا. نعاود معاكم واحدة أخرى نفس الطريقة هكا، كتبقاو تلعبو بيها بيديكم. كتحسوها ولا ترطبها في يديكم كديرو لها بحال هكا، دخلوها في المول سيليكون ديالكم صافي. كتقادو معاها القناة وكتفيني أو مام طو كتفيني. كتبداو تدخلو بلا ما تبداو تشيلو في اللخر، كتبداو تدخلو هكا تفاركو ساهلة دغيا كديموندا. المهم البنات أنا نجيب صابلي ونرجع معاكم. هانتوما البنات هدا هو الصابلي لي غادي نلصق فيه، غندير غي شوية كنلصق اللوكة ديالي بهاد الشكل هدا. كندير واحد غير في الشباب كنلصق الوريضة ديالي بحال هدا. تحت المربع ديال النوبة كنرجع كندير عاوتاني التعليكة الفوق كندير هكا. باش تكون مزيان التعليكة خدمت بيها ثلاثة ديال الصابلي درت ليها درت بيهم البنات. بلا ما نطول عليكم الفيديو، انتما البنات غادي ندير هاد الذهبي
تذوق هذا الفوق تاع الحبات. كنتمناكم تكونوا كتشوفوا بحال هكا كتكفي لي داك المعرض. انتما البنات كتجي بحال هكا غنكمل ونرجع معاكم. انتما البنات شفتو هنايا درت في بوليستير باش يبقى محافظ ندير ليه بحال هادي اللي كتشرا بالبنات غير بالدرهم. باقي هنا غادي ندير المعلكه وجوج شكل اخرين ديال الصابلي راه درتهم في بواطات بوحديتهم ودرتهم في الثلاجه. هاد البنات كنقول لكم لا صوتو لهنا ما تنسوش عليا بلايك بارطاج وشي تعليق زوين وان شاء الله ملي غنحطهم في بلاطو راه غادي ندير لكم مينياتور فيهم من الصابلي كامل مستف وبطريقه اللي مزيانه وزوينه وتعجبكم. المهم هذه الطريقه اللي الاحتفاظ بالصابلي اللي كيكون بلا شكلاط كنديرو في البوليستير ولي كيكون بالشكلاط كنديرو في التلاجة. وباقي لي شكل وحدة أخرى هادشي هادشي كامل حلوة ديال السبوع ديال ولد خويا صفوان. كنتمنى إن شاء الله يكون بالدرية الصالحة وأي محرومة أو محروم الله يسهل عليه ويعطيه الدرية الصالحة. يلا البنات حتى الفيديو الجاي إن شاء الله.